هو يوم خصص لمعرض التراث والطبق الخيري على ساحة مدرسة المناهج في عدن الذي أحياه طلاب وطالبات المدارس بالحضور تارة لعرض التراث من الموروث الشعبي وتارة أخرى لعرض الفقرات الإبداعية، وتفاعل معه الجميع من مختلف محافظات صنعاء، عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى، إب، تعز. تغبرهم الفرحة منتشيين بسماع وترديد الألحان واستعراض الألوان التراثية والإبداعية. هذا المعرض له رسالة أن القديم ما زال موجود بيننا، وأننا نتعلم منه أشياء كثيرة، وأن جيلنا الجديد لا يمكن أن يكون جيل صالح أو جيل واعي أو جيل مثقف إذا ما أخذ من الثقافة القديمة لأجيالنا. اليوم كانت الفعالية جميلة جدا، ساعدتنا إحنا الطلاب على التعرف على الحضارة القديمة. شكرا لمنظمين الحفل. منظمو المعرض سعوا من خلال هذه الدورة لتحقيق أهداف عدة ضمن أولويات مدراء المدارس لدعم المشاريع الإبداعية من الموروث الشعبي اليمني مع احتضان مواهبهم، فضلاً عن بناء جسور بين مكاتب التربية في أغلب المحافظات. هذا الاحتفال وهذا الكرنفال وهذا التراث لجميع محافظات الجمهورية اليمنية، سواء كان التراث الصنعاني أو التراث اللحجي، التراث الحضرمي، التراث اليافعي، التراث المهري، جميع محافظات التراث العدني، هذا تشجيع لأطفالنا وأبنائنا في المنهج. مشاركات ضمت عشرات المشاركين على امتداد المعرض تنوعت وفق تصنيف تلك الهوايات لطلاب وطالبات عمدوا إلى إبراز إمكانياتهم التي تشمل مختلف أنماط الحياة. كما استضاف المعرض مشاركة واسعة لأولياء الأمور الذين كان لهم حضورا مميزا لتشجيع تلك الإبداعات مع مشاركتهم للأعمال التراثية. هذا زي العروسة، زي اللحجي، وهذا تراثنا اللحجي والذي لا زال لحد الآن مستمر. نحن نحب التراث في صنعاء لأن صنعاء هي المدينة والمحافظة، آثارنا وجدودنا كلنا نعشقها، وأنا مسرورة أنني أمثل دورة صنعانية وبنت صنعاء. فعالية هدفت إلى إبراز الموروث الشعبي اليمني، كما ضمت بين أجنحتها أعمالا تطوعية، وتم تسخير طبق خيري ذهب ريعه لصالح مرض السرطان ودار العجزة. لم يكن مجرد أعمال فنية في زمنها، بل كان إنتاج تراث يعكس أذواق رفيعة واختلط بفعل الخير. مازن الشعبي، اليمن اليوم، عدن.